السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا في هذا الفيديو. هذا اليوم ان شاء الله ما غاديش نشارك معكم صلاه ولا خياطه ديال شي غندوره، ولكن اللي غنشارك معكم هي التكفيفه ديال التحت كيفاش كنكففها. حيت واحد السؤال لقيته في كومونتير شي واحد المتتبعه، قالت لي كتبرم ليها التكفيفه كتبرم. علاش كتبرم التكفيفه؟ اول حاجه نقول لكم علاش كتبرم. شحال هذه ما كانتش كتبرم، علاش؟ كنا ما كناش كنديروا العرض بزاف لتحت، كنا كنفصلوها نيشان ما كنطلعوش بهذيك الطلعه، وكنا كنديروا فتيحات في الجناب. دابا ولات الايفازي، ولات العرض خاصو يكون العرض لتحت. هذاك العرض اللي كيكون لتحت الا فصلناها نيشان، من بعد ملي كتلبسوها كيجيو الجناب طايحين، كتولي عندها واحد الجناب مدلين من الجناب. داكشي علاش كنطلعوا واحد 5 سنتيم اللي كنجيبوها دايره، كنطلعوها 5 سنتيم باش ما يطيحوش داك الجناب. وملي كنجيو نكفوها البنات، التكفيفه كتجي شويه صعيبه، بالاخص المبتدئات كتجيهم شويه صعيبه. انا اليوم بغيت نشارك معكم هذا ماشي التوب ديال الملحف، ولكن راهم فحال بالنسبه للتكفيفه، راهم فحال كيف غتكفي هذاك غتكفي هذاك. انا بالنسبه لي انا الطريقه اللي لقيتها اسهل، ما كتجيني سهله في خياطتها، هي تقدري ديري جوج تكفيفات بحال ما هكا، ديري وحده وسط وحده بحال ما هكا وكتخدمي. كتسمي غاده كتبعدي واحد المسافه هنا وكديري نفس التكفيفه بحال ما هكا، كديري التكفيفه ديالك بحال هكا كتوصلي لهنا وكتقادي هذيك نفس العبار اللي طويتي هنا، كتعاودي طوي هنا وتحطيه مرتاح. هنا كتشوفوا كيف ما كتشوفوا هذا تزير وهذا بقى مرخوف. الا بقيت انا غاده كنكفف بحال هكا ونزير من بعد كيبقى يشاط لي داكشي كله هنا، هي فاش كتبدا غاده وكتبرم. انا ما خاصنيش ندير لها هكاك، خاصني نبقى غاده هذا التحتاني مزير وهذا الفوقاني تما غاده وكنشرف فيه، خاصو يبقى في البلاصه اللي هو فيها بحال هكا. ولكن كتجيو هنا لهاد الدوره هنا كتشويه كتعنكش، خاصك تشربي الماكينه قد ما امكن كتشربيها. شويه صعيبه هذه ديال وحده وسط وحده، كتجي صعيبه شويه. انا الطريقه اللي كندير وكتجيني سهله كنحلها، كنسورجي البياسه، كنسورجي البياسه كشي كيف ما كتشوفوا راه مسورجيه. كنخلي انا واحد 6 سنتيم ديال التكفيفه وكنبداها بحال هكا، كنحطها على واحد، كتجيني سهل من انني نثني جوج تنيات، وفي نفس الوقت كتجي التنيه اللي التكفيفه عريضه وزوينه. كنشد كما قلت لكم، كنبعد شويه هنا، كنبعد ونفس العبار اللي ثانيه انا هنايا في البديه، كنحاول نثني هنا، كنثني هو مرتاح وكنشدو. انا شديته من هنا، من بعد هذا الشيء اللي بقى مرخوف ليا هنا خاصها تشربوا لي الماكينه، خاصني نعطي الماكينه تشرب. حيت البنات الا بقينا غاديين كنكفوا غير كندير هكا وكنكفف، كندير هكا وكنكفف. شوفوا البنات راه تما غاده، شوفوا هنايا هنا تما غاده وكتصغار ليا. كما قلت لكم البنات، الا بقيت غاده كنكفف بشويه بشويه وهما مرتاحين بجوج مع بعضياتهم، راه غادي تبرم ليا هنا، غادي تبرم ليا هنا، غادي تبرم هنايا، غادي يبقى غادي وكيتبرم. ها نتوما البنات الا بقيت حاطه على بعضياتها، انتوا شوفوا فين غيمشي ليا العبار، غيصغار. علاش حنا كنتمو غاديين كنمشي لهاد البلاصه كنبعد وكنحطو نفس العبار اللي انا تنيت في الاول، كنحطو بحال ما هكا وكنشدو هنا. هاد الشيء هنا التحتاني راه مزير وهذا مرخوف، كنبقى غاده بشويه وكنعطيه للماكينه تاخذو. تقدر شي مرات كيغلب لك بزاف، كيعطيك هنا بزاف، كتقدري ديري واحد البليه صغيره اللي ما تجيش العيب هنايا، ما يجيش العيب في هاد البلاصه. المهم عندنا هاد البلاصه هي اللي تكون مزيانه مرتاحه، كتقدري ديري واحد بحال تكميشات صغيره اللي تخشيهم تحت الماكينه، تحت الماكينه وكتمشي بحال ما كبنات. كتسمي غاده وكتثني. ها نتوما هنا شوفوا هنا راه الا جيت لقيت غاده معايا بحال ما هكا نفس العبار ومزيره هذا ومزيره الفوقاني ومزيره التحتاني، راه غاده تبرم ليا. ها نتوما شوفوا فين وصلت ليا. علاش انا دابا غنمشي لهاد الحاشيه الاخرى وغنقاد العبار اللي انا عندي اللي انا تنيت من لهي. شوفوا ها عاوتاني لجيت نقادها بحال ما كنقادها انا، انت شتي كي بدات كتبرم، بدات كلها كتبرم. علاش انا خاصني نبقى نحاول بشويه بشويه نقاد هنا ونقاد هنا، وهذا الشيء هذا هو اللي كيبرم ليا. الا مشى ما تشربش في بلاصه من غير بلاصتو هي فين كيتبرم، خاصني نبقى غاده معاها بشويه بشويه وانا كنشرب فيها. كنشد هنا ونبقى غاده هنا، كنمشي عاوتاني شويه ونتيري التحتاني وهذاك الفوقاني فما جا كنشرب. الماكينه راه كتاخذ بحال هكا،
ديك بحال كما درت الجهه الاولى حتى هي كنجي للجهه الثانيه، كنبعد هنايا شويه وكنحط نفس العبار، هو يكون طايح في بلاصتو، يعني طايح في بلاصتو ما نعوجوش، يكون طايح مرتاح في بلاصتو بحال ما هكا. وكنشد هذاك الشيء الفوقاني كيتشرب ليا، كنشربو هانتوما. شوفوا راه هنا راه بزاف غادي نشرب، ولكن الا جاكم كثر من القياس راه كنحاولوا نديروا واخا ديروا واحد التنيه، واحد التنيه صغيره، المهم العيب ما يجيناش هنا، نتوما ضربوا على هذه البلاصه ما يجيش فيها العيب. هانتوما دابا انا نقدر ندير واحد التنيه صغيره هنا، هنا جاتني واحد التنيه صغيره، واش باينه ولا ما بيناش، ولكن هنا راه ما كاين حتى حاجه، يعني هذه الحافه هنا راه ما كاين فيها ما بين ثلاثه التنيه لا والو، من بعد ملي غيتصلح راه ما غتبان فيه حتى شي حاجه. كنزير وكنرجع نشدها نتوما. شوفوا البنات راه الا جيت نحطها راه كتبرم، لكن حنا كنتما غادي نحاول معها بشويه، وهي حتى كنشدو كل حاجه ونشوفوها طايحه في بلاصتها مزيان. من بعد هذاك الشيء اللي كيشيط لنا الفوق راه خاصنا نشربوه في البلاصه اللي هو اللي هو اللي هو مرتاح فيها، مثلا هي ارتاحت بحال ما هكا، هنا جات مقاده، هذا الشيء كله خاصو يتشرب في هاد البلاصه. خاصناش نزربو غير شويه بشويه تنخدموها. هذه انا بانت لي الطريقه سهل من انك تني، بالنسبه للمبتدئه راه سهل، اسهل طريقه هي ديري على واحد، الا درتي على جوج راه شويه صعيبه، انا كندوي على بالنسبه للمبتدئات. هنا انا كملت تكفيفه دارت بها كامله كيف ما كتشوفوا، هنا اللور ديالها هنا شوفوا كي طايحه، هنا راه طايحه مرتاحه ما بقاتش فيها ما فيها لا بريم لا حتى شي حاجه. ملي غتصلح ملي غتصلح غتزيد كاع، ما تبقاش هاد التويقه هنا غادي تصلح، غادي ما تبقى فيها حتى شي حاجه. شتي كيف ما كتشوفوا كلشي غادي مسرح، ما كاين حتى شي تبريمه ما كايناش. ومن بعد ملي غادي تصلح غادي تبان كسن. نتمنى اليوم نكون فدتكم بهذا فدت المولة السؤال اللي سولتني، نكون شرحت ليها وفهمت مزيان اش كيفاش وريتها. نتمنى نكون فدتكم، ولاول مره غادي نزور القناه ديالي كنتمنى طلبا وليس امرا تشجعوني وبالاشتراك ديالكم بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. السلام عليكم.